فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مواصلين في استقبال ضيوفنا. البارح كان دخل معنا الرئيس المرتقب الأمل حمام سوسة، تقريبا الوحيد المترشح لانتخابات رئاسة الجمعية. كان حكي كلام على المدرب رفيق المحمدي اللي كان باشر التحضيرات في مرحلة أولى مع أمل حمام سوسة، في ثم بعد تم تغيير أو تخلى عليه وتعيين مكانه نوفل شبيل. على كل كلام فيه يبدو أنه ما عجبش المدرب رفيق المحمدي، حبي يوضح شنو تقال في الكلام هذا. سي رفيق اهلا بك. مرحبا بك سليم، مرحبا بجميع مستمعي اكسبريس اف ام والجميع الرياضيين في تونس. مرحبا بك. دونك كنت عايش تفضل واضح لنا شنو صحيح من الغلط سي رفيق. والله شوف، اني استغربت اول حاجه من الديكلاراسيون اللي صارت، على خاطر في جميع الحالات ومهما كانت التكاليف مستحيل اني باش نتدخل في تعيين هيئه مديره كما كان يحكي سي نور القنطاوي، اللي يعني كله للحظه هذه كل الاحترام وعلاقتي به في الفترة من هول من هالك اللي سلمت مقاليد التسيير والفني الديريكسيون في ستاف تكنيك اون طون كونترولور برينسيبال في حمام سوسة، ما كانت علاقة فيها برشا احترام وكنت نرجع له في كل شيء وما فماش علاش. معناتها استغربت اني كونه باش يسمع حوايج اللي كان ينجم يصرحني بها واني نجاوبه معناتها كلام بلاد الكلام هذا صحيح ولا مش صحيح. الاخر لحظه علاقتي كانت محترمه واكثر من الاحترام، معناتها تقول عليه عندي سنين نخدم مع السيد، شفت منه برشا بروفيشناليزم، نرجع له في كل شيء، ما فماش علاش باش يتكلم كل كلام كيما هذا اللي اني دخلت في تعيين هيئه. حاجه بركه بعد ما قررت الهيئه هذه باش تعمل قائمه ومن حقها فاني محمد اسبوعي اللي هو المدير الرياضي اذا كان نعرف كاتب عام ولا اعطيته اسم كاتب عام بعد ما عمل في نوري قنطاوي القائمه نتاعهم، معناتها اعطيته اسم كاتب عام واتصلوا بهما. فهمت؟ ما في هذه هذول اللي الناس كل تستشير بعضها، هذه الحاجه الوحيده اللي بدات النجم يعيب عليا فيها. بالنسبه للامور الاخرى الكل مستحيل، لاني حتى في النيغوسياسيون مع لي جوار اسلام في لي جوار اللي اقترحتهم الاسامي اللي اقترحتهم نقعد مع لي جوار سبورتيفمون مع ستافي مانيش وحدي. ومن بعد كي يوصلوا للايتاب نتاع الفلوس ونتاع المقابل المادي والكل نخليهم ونقول لهم توا اقربوا لبعضكم كي تتفاهموا قولوا لي علموني. معناتها حوايج هذه ما نجمش ندخل فيها وما نسمحش لروحي باش ندخل فيها وما عملتهاش قبل، ما فماش علاش باش نعملها في حمام سوسه. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه كلام، خليني نوضح نقطه، اني للحظه هذه ما زلت متواجد على ذمه حمام سوسه، وحتى واحد معلمني رسميا كوني مانيش ما عادش مباشر كمدرب رسمي الحمام سوسه. مصحح عقد سي رفيق ولا ما زلت؟ شوف، حتى واحد ما صحح عقد. بدينا على اساس تصير الجلسه العامه الرسميه ومن بعد يعملوا العقود للناس الكل. مشينا بالثقه كما مشات بالثقه الملعبيه اللي جات وتربت مع الحمام سوسه، يستناو باش تحل الجامعه ويحضروا وتصير الجلسه العامه ويحضروا لي كونترا يحضروا الناس الكل. لكن تعرف القانون انت في اسلام، مدرب باشر عباره على متعاقد وهذا الناس الكل تعرفه. مانيش انا ما حبيتش نوصل للحوايج هذه، ما حبيتش نوصل باش نعمل امور قانونيه، خاصه من اتصل بي الرئيس السابق في امل حمام سوسه اللي هو سامي الكندوز مشكور، وقعدنا معناتها جلسه اميكال ياسر ما بيناتنا، فهمت؟ وعطيته وين شنو هي الظروف نتاعي وعطيته كوني يعني ملتزم معناتها في عقد في 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 فريق بلجيكي اللي يلزمني نسوي وضعيتي، فهمت؟ ووصلنا كونه حمام سوسه ما تنجمش اول حاجه تخلص لي فصل العقد مع فريق بلجيكي، وما تنجمش زاد تلبي لي الطلبات نتاعي اللي متواجده. اني مانيش اللوم من وضح في حاجه اللي كنت نحبها تكون مخير في العلاقه مع سي نوري قنطاوي مع سي رمزي اللي هو الكاتب عام، معناتها ما حبيتهاش تكون مع رمزي سليمان، ما حبيتهاش تكون بالطريقه هذه. خدمت بون فتره قصيره برشا، لكن ما خليتش حاجه اللي تنقص من 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 مستوى الخدمه واللونجاجمون اللي عملته. معناتها بالرغم ما فماش عقد كما تحكي انت، لكن انت لقت وعطيت الثقه للرجال، كنت نستنى في رده فعل والا في اعتراف بالجميل اللي قدمته اي في فتره صغيره. وهذه سنه الحياه، كنت نجم نخدم عامين كيما نجم نخدم 10 سنين كيما نجم نخدم 10 سنين كيما نخدم جمعه، فهمت؟ لكن راهو المستقبل امل حمام سوسه موجود قبلي وبعدي وموجود قبل في نوري قنطاوي وبعد في نوري قنطاوي، كان ينجم زاد يكبر بيها كيما كبر بيها في فهم النيفر الرئيس السابق.
دوب اللي سمع هناني وظهر استعداده وباش يعاوننا وباش ينصحنا وعنده علاقات بلعبيه اللي كان يتمنى يشوفهم هو اذا كان وصل المسيره نتاعو فهمت. وكانت معناتها اميكال برشا علاش ما عنديش الحق اني رئيس قديم يتصل بي ويشجعني ويتمنى لي النجاح في حمصوصة. نفس الشيء اللي كنت دخلت حمصوصة دخلت باش ننجح ونعرف كونه ما نجم ننجح الا بولاد حمصوصة نحكي في الاكسبيريونس فهمت. نوري القنطاوي اشهر من نار على علم في التسيير مانيش اني باش نجي ندخل في 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 مهام والبلاكس بالعكس يعرف النوري قنطاوي كونه صارت حوايج اللي عطيته فيها الحق وحاولت اني باش نقرب وجهه نظره باش نقرب باش نصفي باش نقول احنا باش نهدي النفوس ما راني الا النوري يخرج ويقول رفيق الحمدي دخل يحاول باش يدخل في الهيئه المديره مستحيل. وصحيح جابني كان زاد سمعت التصريح هذا اللي خليني ما كنتش باش ندخل وما كنتش باش نعمل حتى معناتها حتى رياكسيون خليت الامور تمشي بطبيعتها ومروح على روحي رجع بلجيكا ما عنديش حتى قلق كيف عيب الشيء هذا كيف معناتها كيف يخرج سينوري اللي مثل اللحظه هذه نقول لك نحترمه برشا وكنت نسمع به وتقابلت وما قيت منه الا قبول الحسن وما قيت منه الا العلاقات الباهيه فهمت. ما حبيتهاش تصير بالتاريخ هذه. كنت نستنى باش يتصل بيا كما وعدني سي سامي قندوز اللي سي فانتاوي باش يتصل بيا وباش نخرج على روحي. شايف اليوم كونه فما ستاف اخر جابوا يخدم اللي هو على راسه خونا نوفل سبيل اللي نتمنى له النجاح ومجموعه اللي صحيح في فتره قصيره لكن قربت برشا للملعبيه. عملنا توت ان بلان دو ترافاي اللي معناتها كان نجح جدا سور لو كوتي سبورتيف. فما امكانيات بالحق اللي نجم حمصوصه من حمصوصه مع بعض التدعيم ولا بعض الانتدابات نجم يعمل اون سيزون محترمه. كنت نحبذ كونه سينوري ابسط حاجه يشكر على خاطر يعرف كونه كون جيتي اونجاجي معاهم من الاول من اول لحظه لاخر لحظه ما سرقتش النزل ونخدم معناتها 200% ريان كو باش نعاون ولا نرفقوا الوقت في تحضير من الغالي الحمصوصه اللي هو بالنسبه لي شرف وقيت رجال وقفت معايا بكل صدق. في اعتقادك سي رفيق علاش تم التخلي عليك في اعتقادك؟ والله هو يقول خاص في كلامه في نور يقول كونه سي محسن هو اللي جابني لكن راني ما جيت الا ما حكاه هو سي محسن مع سي نوري وعطيه مع سي هادي الحوار اللي نحييه بالمناسبه واللي نشكره زاد على الثقه نتاعو. صحيح انه يعرفني سي محسن ساسي لكن رؤساء الجمعيات الكل عندهم اسامي نتاع مدربين يا اسلام ماناش في معناتها في المملكه الفاضله احنا. رؤساء الجمعيات يعينوا والناس الكل تعرف يستشيروا الاعضاء نتاعهم وما يستشيروهمش لكن يعينوا معناتها نقولوا احنا اعضاء اطار فني والا مدرب فهمت. هو حسبني على سي محسن ساسي اليوم يشوف كونه سي محسن تنحى الور اني يلزمني نتنحم حاجه نقبلها ما عنديش حتى مشكل من حقه فهمت. من حقه باش يثق في مدرب اخر اللي هو نوفل سبيل مع كامل احتراماتي ليه ونتمنى له التوفيق. هذا ما صارش كونتاكت بيناتكم قبل ولا حاجه ما كلمكش قبل ما ينحيك؟ مستحيل الى اللحظه هذه ما اتصل بي حد من حمصوصه رسميا في اسلام اللحظه هذه انا نحكي لك اللي توني متواجد في النزل اللي وفرته لي امل رياضي حمصوصه ما عندي حتى اتصل بيا. الوحيد اللي اتصل بيا ومشكور هو سي سامي القندوز رئيس السابق اللي حب معناتها يفهم شنو هي الوضعيه فهمته لا سيتياسيون. وباش نقول لك حاجه اسلام من منطقه اخلاقيه ومن منطقه حرفيتي مانيش نحكي باللي صار في الثلاثه جمعات كذا فما اون سيمين دو بريباراسيون ادمينستراتيف معناتها باش عملنا ستاف باش اجتماعات وكذا وفما اسبوعين عمل فهمت سلامه. في الثلاثه جمعات الضمنيه صارت برشا حوايج خايبه لكن اني ما نجمش من 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 سمعتي ومن سمعه لامرميت انتيرو والعباد اللي خدمت معاها ما نجمش نخرجهم الحوايج هذه حوايج كثير في اي جمعيه ما نجمش اني نفوتها فهمتني. مش معناتها الثلاثه جمعات الضمنيه تعداو 5 فور 5 كنت متهم كونه سي اون بيريود نتاع تغيير ولا نتاع شو نقولوا احنا تاسيس هيئه مديره فما حوايج ناقصه فما حوايج ماهيش باهيه هذا الكل حكيته مع سي سامي القندوز وبالنسبه لي يعني خرجنا قال لي ربحت راجل واني قلت له راني ربحت راجل وانتهى الموضوع في بالي الموضوع انتهى ما راني الا سي نوري يخرج ويحكي في حوايج اللي بالحق ما فيهاش حتى ما فيهاش موجب فهمت. نورمالمون
تشوف الامور وخرج من الجمعيات وندخل الجمعيات وتقعد كان العلاقه البيه تقعد كان كان صارت طيب معناتها كنا نجم نخرج في علاقه اللي ما فيها الاحترام وبالتو نحترم وراه بالرغم ما اتصلش بيا وبالرغم ما معناتها خرج في وحكاية وكان ينجم يثبت يتصل بيا يقول لي رفيق صحيح الكلام هذا ولا تنقول له اني اللي فهمت لكن ما نجمش زاد ما نجمش السرجون زاد باش نزيد نحكي شنو هو اللي ديتاي على احتراما في حمام سوسه واحتراما في شخص. وين الوجهه سي رفيق؟ الوجهه عندي نهار 19 نرجع لروحي البلجيكا ومازلت متعاقد وباش نتصل بالفريق نتاعي وباش معناتها مانيش في نفس العلاقه نتاعهم باش نرجع نخدم على روحي ومن بعد اللي كان فما فرصه ما خير وفما ديما شنو فكرنا شنو الفريق في بلجيكا فما قسم؟ في القسم الثاني جهه بروكسل. واضح. هذه بالتوفيق سي رفيق يعطيك الصحه على دخلكم معنا. مو يعطيك الصحة وشكرا على التوضيح. شكرا مرحبا بك دونك سي رفيق المحمدي كنت رديت على كلام اللي قالوا نوري القنطاوي رئيس المرتقب بالأمل حمام سوسة البارح في فير بلاي وضحت بعض النقاط على كل موزيكا شونج وبعد شوية مكملين فير بلاي في ساعتنا الثانية.